كمان الكاتب بيشير الديك واحد من المبدعين اللي سابوا أثر كبير جدا في عالم التأليف، وكان واحد من المؤلفين اللي قدموا العديد من الأعمال اللي هتفضل دايما في ذاكرة السينما المصرية. أبرز هذه الأعمال ضربة معلم، الحريف، موعد على العشاء، وطائر على الطريق، محطات في حياة بشير الديك. يبقى البيت هو اللي يتباع. نروح فين انا وامك واختك؟ ان شاء الله نبني شقه فوق الورشه. البيت دلوقتي يجيب سعر حلو، ندفع الضرايب والباقي نبني بيه شقه. تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب بشير الديك الذي يعد واحدا من اشهر المؤلفين. ولد في دمياط في 27 من يوليو عام 1944، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب الأدب، وكتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف أدبية مختلفة إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما. يعد أحد المؤلفين الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية التي ستظل خالدة في ذاكرة السينما المصرية، وكان أول أعماله فيلم مع سبق الإصرار الذي كتب له القصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978. وكانت نقطة التميز الحقيقية له كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، وكتب له أول أفلامه سواق الأتوبيس، واستمر في ضربة معلم وضد الحكومة وناجي العلي وانتهاءً بليلة ساخنة. أيضاً كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين موعد على العشاء والحريف، والذي يعتبر واحد من أعظم السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظراً لتجاوزه قواعد السيناريو التقليدية في السرد والاعتماد على التفاصيل والأحداث اليومية لخلق عمل عظيم، وهي تجربة رائدة في السينما المصرية. أخرج خلال مسيرته فيلمين لم يحققا نجاحاً كبيراً، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز وسكة سفر من بطولة نور الشريف، ونجح في تقديم ثنائي ناجح مع المخرج الكبير محمد خان، وقدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها الرغبة وموعد على العشاء والحريف. قدم العديد من الأعمال السينمائية منها مع سبق الإصرار، طائر على الطريق، سواق الأتوبيس، والمحاكمة. كذلك قدم العديد من الأعمال الدرامية الرائعة منها حرب الجواسيس، الطوفان، الناس في كفر عسكر، وحب تحت الحراسة.